السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا. اليوم سنعمل وحدة مشرقة في غاية الروعة والسهولة. وقبل أن نبدأ، تفضلوا بالاشتراك في القناة وفعلوا مباشرة زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الآخرين للإفادة، ولا تنسوا أيضا مشاركتنا بتعليقاتكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو. بسم الله، نبدأ أولا بحلقة سحرية، ثم سنبدأ مباشرة بالدور الأول. نرتفع بسلسلتين، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة. والآن في نفس هذه الحلقة سنشتغل فيها 11 عمود بلفة، 1 و11، ومع السلسلتين من بداية هذا الدور سيكون لدينا في الدور الأول 12 غرزة. والآن سنسحب هذا الخيط لنقفل الحلقة السحرية، ثم سنقفل الدور بمزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور. ندخل الإبرة هكذا في حلقتين ومنزلقة. والآن سنبدأ بالدور الثاني، نرتفع بسلسلتين، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة. والآن سنعود إلى نفس هذا العمود الذي ارتفعنا منه بسلسلتين، سنعود ونشتغل حوله عمود بلفة أمامي بهذا الشكل. ندخل الإبرة هكذا من خلف العمود المكون من سلسلتين ونشتغل عمود بلفة. هكذا حصلنا على غرزة تزايد من بداية الدور. والآن سنعود ونكرر مباشرة إلى الغرزة التي تليها ونشتغل فيها عمود بلفة واحدة. ثم نعود إلى نفس العمود ونشتغل حوله عمود بلفة أمامي بهذا الشكل. ندخل الإبرة من خلف العمود وعمود بلفة فقط. هكذا اشتغلنا غرزة تزايد حول العمود الثاني، وهكذا سنكرر مباشرة إلى الغرزة الثالثة وعمود بلفة في نفس الغرزة، ثم نعود ونشتغل عمود أمامي حول نفس العمود الثالث، عمود أمامي بلفة واحدة. وهكذا سنكرر في جميع هذه الغرز الموجودة في هذا الدور، وسيكون لدينا في هذا الدور 24 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور هنا، سنقفل بمزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور. ندخل الإبرة هكذا هذه الحلقة الأمامية، ثم ندفع بالإبرة إلى الخلف. هكذا أدخلنا الإبرة في حلقتين في الخلف ومنزلقة بهذا الشكل. والآن سنبدأ بالدور الثالث، نرتفع بسلسلتين، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة مشغولة في أول عمود بلفة. والآن إلى العمود الأمامي ونشتغل في غرزة العمود الأمامي عمود بلفة واحدة. ثم سنعود ونشتغل حول العمود الأمامي عمود أمامي بلفة واحدة. هكذا ندخل الإبرة من خلف العمود الأمامي وعمود بلفة. هكذا أصبح لدينا الآن عمودين بلفة وعمود أمامي، 3 غرز متتالية. والآن إلى الغرزة أو المجموعة التالية التي بها عمود بلفة وعمود أمامي، سنشتغل أولا بهذه الطريقة. سنشتغل عمود بلفة في غرزة العمود بلفة عمود بلفة واحد فقط، ثم عمود بلفة واحد في غرزة العمود الأمامي بهذا الشكل. ثم سنعود ونشتغل عمود أمامي بلفة حول العمود الأمامي حول العمود. ندخل إبرة من خلف العمود وعمود بلفة بهذا الشكل. وبهذه الطريقة سنكرر إلى المجموعة التي تليها. سنشتغل عمود بلفة في غرزة العمود بلفة عمود بلفة واحد، ثم عمود بلفة واحد في غرزة العمود الأمامي. هذا هو العمود الأمامي، ندخل إبرة في غرزته وعمود بلفة واحد، ثم نعود ونشتغل عمود أمامي بلفة حول نفس العمود الأمامي بهذا الشكل. ندخل إبرة من خلف العمود الأمامي وعمود بلفة أمامي بهذا الشكل. وهكذا سنعود ونكرر بنفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 36 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل كما قفلنا الدور السابق منزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور.
ندخل إبرة هكذا في الحلقة الأمامية، ثم ندفع بالإبرة هكذا إلى الخلف. والآن سنبدأ بالدور الرابع بنفس الخطوات والطريقة. سنرتفع بسلسلتين، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة مباشرة، عمود بلفة واحدة في غرزة العمود بلفة الثانية، ثم عمود بلفة واحدة في غرزة العمود الأمامي. هكذا أصبح لدينا ثلاثة أعمدة بلفة. والآن سنعود ونشتغل عمود أمامي حول نفس العمود الأمامي. ندخل إبرة بهذا الشكل من خلف العمود وعمود أمامي. والآن أصبح لدينا في المجموعة الأولى أربعة غرز متتالية، وهكذا سنكرر إلى المجموعة التالية. سنشتغل عمود بلفة واحدة في غرزتي العمود بلفة، هذه الأولى، واحد عمود بلفة في العمود بلفة الثاني، ثم عمود بلفة في غرزة العمود بلفة الأمامي، ثم سنعود ونشتغل عمود بلفة أمامي حول نفس العمود الأمامي. ندخل إبرة من خلف العمود وعمود بلفة. بهذا الشكل، وهكذا سنعود ونكرر عمود بلفة في غرزتين متتاليتين، ثم عمود بلفة في غرزة العمود الأمامي، ثم نعود ونشتغل حول العمود الأمامي عمود أمامي بنفس هذه الطريقة والخطوات. سنكرره حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 48 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل كما قفلنا الأدوار السابقة منزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور بهذا الشكل. والآن سنبدأ بالدور الخامس بنفس الطريقة والخطوات. نرتفع بسلسلتين، وهذه تعتبر عمود بلفة واحدة، ثم عمود بلفة واحدة في غرزتين متتاليتين، واحد واثنان، ثم عمود بلفة واحدة في غرزة العمود الأمامي. هكذا أصبح لدينا أربعة أعمدة بلفة واحدة متتالية. والآن سنعود حول نفس العمود الأمامي ونشتغل حوله عمود بلفة أمامي بنفس الطريقة السابقة. هكذا أصبح لدينا في المجموعة الواحدة خمس أعمدة وغرز متتالية، وهكذا سنكرر إلى المجموعة التي تليها عمود بلفة واحدة في ثلاث أعمدة بلفة متتالية، واحد اثنان وثلاثة، ثم عمود بلفة واحدة في غرزة العمود الأمامي التالي، ثم سنعود حول نفس العمود الأمامي ونشتغل حوله عمود بلفة أمامي. وهكذا سنعود ونكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور، وسيكون لدينا في نهايته 60 غرزة. وعندما نصل إلى نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثانية التي بدأنا منها هذا الدور، ثم نقص الخيط. والآن سنغير لون الخيط ونبدأ بعقد على الإبرة بهذا الشكل. والآن سنبدأ بالدور السادس. في هذا الدور سنشتغل فقط في الغرز الخلفية ونترك الأمامية حرة. سنبدأ هنا في أي عمود أمامي، سنبدأ بطريقتين، إما بهذه الطريقة، هنا ندخل إبرة هكذا في هذه الغرزة الخلفية وفي الغرزة الموجودة هنا أسفل الغرزة الخلفية في الخلف، ونبدأ بمنزلقة. نرتفع بأربعة سلاسل، وهذه سنعتبرها عمود بلفتين، هذه الطريقة الأولى. أما الطريقة الثانية عقدة على الإبرة بهذا الشكل، ثم نلف الخيط حول الإبرة مرتين، واحد واثنان، ثم في الغرزة الخلفية للعمود الأمامي ندخل إبرة هكذا في الغرزة الخلفية وفي الغرزة الخلفية الموجودة هنا أسفل الغرزة الخلفية في الخلف، نمسك بهذا الطرف هكذا من الخلف بهذا الشكل، ونخرج دائما حلقتين، واحد اثنان وثلاثة، ثم
في الغرزة الخلفية التي تليها سنشتغل فيه عمود بلفة واحدة، ندخل الإبرة هكذا في حلقتين، عمود بلفة واحد ثم نصف عمود بلفة في الغرزة الخلفية التي تليها، ندخل الإبرة في حلقتين، ثم سنشتغل غرزة حشو في 9 غرز خلفية متتالية. 1، دائما ندخل الإبرة في حلقتين. 2 و9 بهذا الشكل. ثم نص عمود بلفة في الغرزة الخلفية التي تليها، ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة الخلفية التي تليها، ثم عمود بلفتين في الغرزة الخلفية التي تليها مباشرة. دائما نخرج من حلقتين، ثم نرتفع الآن بثلاثة سلاسل كفراغ لزاوية، ثم سنشتغل العمود بلفتين في الغرزة الخلفية التالية. وهكذا حصلنا على أول زاوية في هذه الوحدة. والآن سنعود ونكرر نفس الطريقة التي بدأنا فيها هذا الدور. هذا عمود بلفتين، الذي يليه سيكون عمود بلفة واحدة في الغرزة الخلفية التالية، ثم نصف عمود بلفة في الغرزة الخلفية التالية، ثم غرزة حشو في 9 غرز خلفية متتالية. 1 و9، ثم نصف عمود بلفة في الغرزة الخلفية التالية، ثم عمود بلفة واحدة في الغرزة الخلفية التي تليها، ثم عمود بلفتين في الغرزة الخلفية التالية، ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ لزاوية، ثم عمود بلفتين في الغرزة الخلفية التالية. وهكذا سنعود ونكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور، هنا اشتغلنا في آخر غرزة عمود بلفتين، سنرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ لزاوية، ثم نقفل بمنزلقة في أول عمود بلفتين بدأنا منه هذا الدور. والآن سنبدأ بالدور السابع وهذا الدور الأخير. نرتفع بالسلسلة، نعود مرة أخرى إلى نفس الغرزة وغرزة حشو، ثم سنشتغل فقط غرزة حشو في جميع هذه الغرز حتى نصل إلى الزاوية الأولى. هذه الأولى، 1 2 و14. وصلنا الآن إلى الزاوية المكون من 3 سلاسل، هنا سنشتغل فيها 5 غرز حشو، 1 و5 بهذا الشكل. ثم سنعود ونكرر غرزة حشو في جميع هذه الغرز حتى نصل إلى الزاوية، وفي الزاوية سنشتغل فيها فقط 5 غرز حشو. نكرر نفس هذه الخطوات حتى نهاية هذا الدور. وعندما نصل إلى نهاية الدور، سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا منها هذا الدور، ثم نقص الخيط. وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وألقاكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بأعمال مميزة وأنيقة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.